كمان زي النهارده يوم 15 ديسمبر من عام 1981، ده كان يوم مولد واحد برضو من الاسماء العزيزه قوي على قلوب معظم الاهلاويه، ان ما كانش كلهم الحقيقه، مولد حسام غالي نجم النادي الاهلي في الالفيه الجديده، واللي خرج من صفوف قطاع الناشئين في النادي الاهلي وضمه الالماني راينر تشابل للفريق الاول عام 2000 واستمر حتى عام 2018. خلال مشواره الكروي احترف في انديه مختلفة الحقيقة، توتنهام وديربي كاونتي الإنجليزيين، واحد من الفرق الهولندية، ليرس البرجيش والنصر السعودي، وطبعا كان لاعب محوري في منتصف الملعب وتميز بأدائه الرشيق اللافت للنظر، وأحرز مع النادي الأهلي 15 هدف ساهموا في فوز الأهلي ب10 بطولات مختلفة، طبعا كان أبرزها دوري أبطال إفريقيا مرتين وكأس الكونفدرالية مرة وزيها برضو كأس السوبر الإفريقي. تعالوا نشوف مع حضراتكم هذا التقرير عن رسالة الجماهير لحسام غالي ونرجع نكمل كلامنا. هنروح فاصل بقى؟ لا والله قبل الكلام ده يعني هنشوف ونطلع فاصل. اوكي طيب احنا هنشوف الاول لا ومن على طول على الفاصل. ماشي المهم نشوف الاول. يلا طبعا كابتن حسام ده عشق الاهلاويه، احنا بنحبه جدا وبنقول له كل سنه وانت طيب يا عالمي وكل لحظه وانت بخير ودايما ناجح ومشرف النادي الاهلي كله، ويا رب كل اللعيبه تبقى زيك كابتن حسام. طبعا كل سنه وانت طيب، يعني كابتننا كبير طبعا، يعني كابتن النادي الاهلي واكبر وجرينتا نادي الاهلي، وطبعا شخصيه قياديه طبعا. كل سنه وهو طيب ويا رب دايما بخير، كابتن من كباتن الاهلي الكبار جدا اللي شرفونا ورفعوا راسنا دايما فوق. كل سنه طيب كابتن حسام. كل سنه وحضرتك طيب وعقبال 100 سنه وربنا يديك الصحه والعافيه ودايما كده تبقى يعني مفخره للنادي الاهلي. كابتن حسام غالي ده لعيب من القطاع، اتربى في النادي وكلنا بنحبه، هو موهبه طبعا فذه، وبنقول له وحشتنا جدا في النادي في بيتك، كل سنه وانت طيب. شكرا ليكم كلكم، شكرا شكرا جماهير النادي الاهلي كلها، شكرا. كل سنه وهو طيب طبعا وعقبال 100 سنه. هو يعني عطاؤه للنادي الاهلي كان عطاء كبير ويستحق كل التكريم من الأعضاء ومن الجماهير لأنه شخصية محبوبة. طبعا أقول له كل سنة وهو طيب وإن شاء الله نشوفه بقى يدرب كده نادي كبير ويبقى قيمة وقامة زي ما معودنا دايما. كل سنة هو طيب وعقبال 100 سنة، ونبعت له أغنية هابي بيرثداي تو يو. أقول له كل سنة وهو طيب وعقبال 100 سنة إن شاء الله وهو معانا كده وربنا يخليه. كل سنة وكابتانه طيب ونشوفه دايما بخير، وده من علامات النادي الأهلي اللي الجمهور بيحبه جدا. أحب أقول الكابتان وكل سنة وانت طيب، وعشنا معاه أحلى ذكريات وكان من أجمل وأشيك الكباتن في النادي الأهلي. ما نزلوش ماتش اللي سلم فيه الكاس لعماد متعب، وحاله الحب اللي نزلت الدموع من عينينا كلنا. يعني موقف رفع الكاس لما كان عايز هو وعماد متعب يرفعوا الكاس حاجه طبعا تشرف، يوريك المدى قدره القياده في النادي. طبعا كل سنه وهو طيب كابتن حسام غالي، وافتكر له لما مره رمى نفسه عشان ينقذ كورة. من أحسن كباتن جات الأهلي كقائد كلعيب بيموت نفسه على الكورة. مش هنسى الماتش ساعة لما نزل بدماغه على خط التماس عشان يلحق الكورة بدماغه ولحقها فعلا. كفاية روحه القتالية في كل ماتش وروحة الفريق، وبس روح الحب والجماعية وخوفه على النادي الأهلي وحبه للنادي الأهلي. افتكر له إنه لعيب أحسن لعيب جه في النادي الأهلي وكان مخلص للنادي الأهلي.